الحركة الإسلامية الأصيلة. لقد رأينا توقيع الإمام المنتظر عندما سئل عن المسلمين في مدة غيبته القائل: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. ورأينا نص الإمام الصادق الذي يحدد فيه الشروط التي يجب توفرها في المرجع، حيث يقول: وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. وعرفنا أن سيرة المسلمين منذ اليوم الذي غاب فيه الإمام المنتظر عن المجتمع الإسلامي كانت متابعة الفقهاء الجامعين لشرائط التقليد، ففهمنا أن حركة الفقهاء المراجع هي التي تستند إلى قاعدة فقهية وقاعدة سيرية هي اتفاق المسلمين عليها أكثر من 1000 عام، فهي الحركة الإسلامية الأصيلة.